السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله يومكم بكل خير. نكمل معكم يا شباب يا صبايا ما بدأنا في المحاضرة الماضية. نحن آخر مثال أخذناه كان هذا المثال. في عندنا هنا ملاحظة جديدة، إنه في عندنا الـ MSG Box اللي هي المسج بوكس، عن طريقة بقدر أعرض بيانات عن طريق صندوق حوار. هاي ملاحظة راح أعطيكم مثال عليه. الملاحظة الثانية إنه بقدر أعمل concatenation بين two strings عن طريق إشارة الآند. هاي بعمل concatenation بين two strings أو عن طريق البلاس. حتى البلاس بقدر إني أعمل concatenation بين two strings، فالآند أو البلاس كلاهما بقدر عن طريقهم إني أعمل concatenation بين two strings. اوكي، طيب لا نرجع للمثال تبعنا اللي كان بعمل add items cities على list box. الآن خليني أضيف عليه شيء معين. بعد ما عرفنا dim s1 as string s1 يساوي text1.text ولist1.items.add s1، بعد ما أضفنا ال s1 على list، الآن خليني أظهر ال s1 على شكل message box msg بوكس. أي ظاهر أمامنا MSG بوكس. طبعا هذا عبارة عن ميثود، هاي عبارة عن ميثود بدل عن طريقة أني أعمل عرض البيانات على شكل صندوق حوار. أوكي، الآن بداخله أنت بتقدر تعرض بيانات، زي مثلا S1 بدي أعرض اسم السيتي اللي أنا أضفته على الليست بوكس، بدي أعرضها على شكل مسج بوكس. طيب هاي رن، مثلا اضفنا هون عمان على التكست بوكس، اد ايتم تو ليست بوكس، اضاف لي اياها وطلع لي المسج بوكس. هي هي المسج بوكس الام اس جي بوكس، هي هي اظهر لي اياها انه عمان اللي انا اضفته. طيب الان مدينه ثانيه اربد، اد ايتمز تو ليست بوكس، اضاف لي اربد على الليست بوكس وعرض لي اياها على شكل مسج بوكس. هي مسج بوكس، هي ام اس جي بوكس. وهكذا مثلا جراش اضف لي اياها ومسج بوكس فيها، وهكذا ديليت حذف لي اياهم. اوكي، لنبدا بموضوع الداتا كونفرجن. الا بما انه نحن الغينا تفعيل الاوبشن ستريكت، الغيناها عملناها اوف، فبالتالي ال VB ما بتحول السترينج الى انتجر او السترينج او انتجر الى سترينج. فبالتالي انا كبروجرامر او انا كمبرمج مطلوب اكتب كود يعمل عمليه الكونفرجن، يحول نوع البيان، احول البيانات من نوع الى اخر، يحول الداتا من نوع الى اخر. اوكي، because the content of a text box is always a string. دائما حكينا التكست بوكس الكونتنت اللي بيكون عباره عن نص. Sometimes you must convert the input or output. أحيانا بحاجة إنك تحول الـ input أو الـ output. يعني إذا أنت الآن بدك تستعمل الـ text box عشان عملية الـ input أو عشان عملية الـ output، وبدي أضع مثلا في بدي أضع في text، بدي أضع في integer أو number، والـ text box بعرض البيانات على شكل string، فبالتالي أنا الآن بحاجة إني أحول الـ integer إلى string. بحاجة إني أحول الانتجر إلى string، أو العكس إني أحول السترينج إلى انتجر، لأنه تعاملي مع التكست بوكس، مع الخاصية التكست اللي تابعة للتكست بوكس راح تكون string. مثلا عندي الآن double variable، عندي variable عرفته double variable. أوكي، طيب الآن هذا المثال أوضح with option strict on، إذا كانت option strict on. أوكي، لأن دم double variable as double، integer variable as integer، دم str variable as string. عرفت أن الآن هنا في متغيرات dbl variable double، int variable عبارة عن integer، و str variable عبارة عن string.
لان اذا انا فعلت الخاصيه option strict on اذا فعلتها فبالتالي لابد انه انا اعمل الconversion في البروغرامينج، فبالتالي not valid ما بصير انه اضع double variable داخل integer. double variable ما بصير اضعه داخل integer، هاي بتكون not valid. وكمان ما بصير اضع string variable محل double. string variable محل double ما بصير اضع قيمة string variable اضعها داخل متغير هو double variable، ما بزبط. كمان ما بصير اني اضع قيمة الانتجر فاريبل قيمتها اضعها بالسترينج فاريبل اضعها بالسترينج، ما بزبط. فكيف انا الان بدي اعمل assignment double variable اضعها داخل الانتجر فاريبل؟ استخدم function، استخدم function اسمه cnet اللي هو convert to integer. cnet cint عفوا cint بيعمل conversion C for convert to integer، بحول لك إياه إلى integer لأنه أنا بدي أضعه على integer variable. ف C int convert integer وبضع هون داخله double variable، بضع هون بداخله double variable، فبالتالي C int بيعمل convert int بحول هاي الداتا إلى integer وبضعها داخل المتغير اللي اسمه int variable. لأن كمان إذا أنا بدي أضع double variable بدي أضع string variable على double variable، يعني بدي أضع قيمة string على متغير من نوع دبل، ما بزبط هيك. فكيف الآن بدي أخليها تكون كوماند صحيح؟ دبل variable يساوي convert double. convert double هو CDBL بيعمل convert double، بيحول الداتا إلى دبل وبتضع داخلها داخل هذا الفانكشن أو الميثود string، تضع بداخلها string اللي هو str var. كمان الآن ما بزبط أضع string variable اضع الانتجر variable على string variable، يعني انه string variable اضع بداخله قيمه integer، ما بزبط. لكن بقدر اني اضع ال str variable يساوي convert string، استعمل function convert string بيحول string بيحول الداتا الى string، بيحول الداتا الى string convert str بيحول الداتا الى string وبتضع داخله الانتجر variable او قيمه الانتجر بيحول لك اياها الى string وبضعها على متغير من نوع string. اوكي، الى مثال عندنا هنا dim mark variable as string. dim mark variable as string يساوي convert string convert string 96.5. فالآن أنا هون عندي رقم بدي أضعه على string على متغير من نوع string، بما أنه أنا فعلت الخاصية option strict on أنا فعلتها أنه ما أنه يا visual basic مش أنت الآن تقوم بالتحويلات لحالك by default، لا أنه نحن كبروغرامر بنقوم بالتحويلات. بالتالي أنا الآن بدي أخزن قيمة integer بstring، فشو الحل؟ استعمل function convert string، استعمل function convert string عشان احول القيمة هاي الى string، عشان يحول القيمة هاي الى string، فبالتالي بيحول لي ال 96.5 من integer الى string، فبالتالي بتصير قيمة المارك فاريبل هاي بتصير قيمتها ايش؟ بتصير قيمتها double quotation ف 96 0.5 و double quotation بتصير هاي قيمة المارك var. المارك var هي 96.5 كسترينج، في عندك double quotation في بدايتها وعندنا double quotation في نهايتها. اوكي، الان عندنا موضوع البايندينج assigning an integer number to a double variable. اذا انا الان بدي اعمل assigning اضع قيمه integer بدبل، ما هو الدبل اصلا بيتقبل الانتجر بتقبل الارقام العشريه، فبالتالي widening always works. الوايدنج انه تضع القيمه الصغيره في متغير بتقبل قيم كبيره، هذا هو موضوع الوايدنج، اني اضع قيمه صغيره
في متغير بيقبل القيم الكبيرة. يعني إني أضع انتجر في دبل ما في مشكلة، لأنه أصلاً الانتجر رح يكون حجمه أصغر من الدبل، والدبل اللي هي أرقام عشرية بتقبل رقم صحيح بتقبل رقم عشري، الدبل ما في عنده مشكلة بتقبل صحيح بتقبل عشري. فإذاً إني أضع قيمة انتجر داخل متغير من نوع دبل ما في إشكالية. فإذاً every integer value is a double value. No conversion function needed. ما في داعي إني أعمل conversion. مثلاً dim n1 as double، عرفنا n1 كدبل وحكينا n1 يساوي 3، وضعنا قيمة 3 ب n1 و3 هي عبارة عن integer. فما في داعي إني أعمل conversion. سواء كانت الأوبشن strict on أو off، ما في داعي إني أعمل conversion نهائياً. هذا هو موضوع الوايدينج. لأن الموضوع الثاني اللي هو عكسه narrowing assigning a double value to an integer، إنك تضع القيمة الكبيرة في متغير صغير. إني أضع قيمة كبيرة في متغير صغير معناها بدي أضغطه، أنا بدي أضغطه بدي أصغر من حجمه. بالتالي narrowing might not work. Not every double value is an integer value. أحياناً مش راح يشتغل، لأنه مش كل قيمة انتجر، مش كل قيمة دبل تعتبر انتجر، لكن كل انتجر يعتبر دبل، لكن كل انتجر يعتبر دبل، وليس كل دبل يعتبر انتجر، لأنه الدبل قد يكون في أرقام صحيحة وقد يكون في أرقام عشرية. Narrowing requires the cint function. في عندنا هنا function اسمه cint، هو convert integer. Convert integer بيحول القيمة اللي بداخله إلى انتجر، إلى انتجر، سواء كانت دبل أو كانت غير دبل، زي يعني شو string. أوكي، موضوعنا التالي اللي هو concatenation الآن هاي أو plus combining two strings to make a new string. إني أدمج نصين مع بعض بحيث يطلع عندي نص جديد. الآن عندنا الكوت 1 يساوي we will always، والcode 2 have Paris. هاي عندي الآن نصين، فعندي الكود يساوي code 1 and code 2. بما أنه عندي هنا جملة الآن وهذا string وهذا string، فإذا بيعمل بيناتهم concatenation، بيعمل بيناتهم concatenation، يعني مدمج النص الأول مع الثاني، مدمج النص الأول مع الثاني. وبعد هيك text output to text يساوي الكود هاي اللي هي we will always have Paris. كمان راح أدمجها مع الهامفري وبوغر، فصار عندنا الأوتبوت we will always have Paris وهامفري بوغر. دمج لي we will always هي الكود 1، دمج لي إياها مع الكود 2 اللي هي have Paris. الجملتين هدول هي code 2 and code 1، فصارت عندنا الكود اللي هي هذا النص. اوكي، هذا كله راح يكون عبارة عن الكود، تمام. وبعد هيك الآن احنا اضفناه بالأخير عشان اعرض على text output to text، عرضنا الكود هاي نفسه and concatenation مع الهامفري بوغارت، عرض لي اياها معه. اوكي، الان ابندنج معناها اني اضيف نص على نص. كمان بقدر اعمل ابندنج بشاره الات، عفوا بشاره الاند، بشاره الاند او البلس. To append str to the string variable var يساوي var and str. بدي أعمل append إشي على string، فنفس النص الvar بعمل له and مع النص الجديد اللي أنا بدي أعمل appending لإله. فإذا var يساوي var and str بيعمل append، بضيف ال str على نهاية الvar. Appending معناها أنك تضيف نص على نهاية نص آخر، إني أضيف نص على نهاية نص آخر. فأنا الآن هون عملت appending للstr، أضفته على نهاية الvar، على نهاية بالنص اللي اسمه var. أو كشورت كات ممكن أحكي var
هي إشارة الآن equal str، زي ما كنا نحكي x plus equal 2 أو x plus equal 7 أو x plus equal y. كمان بقدر إني أعمل إشارة الآن كشورت كات اللي هي var يساوي إشارة الآن equal لل str. أوكي، كمثال افرض إن عندنا الفار وعندنا الـ str معرفات كـ string. الفار مثلاً فيها القيمة cis مثلاً، والـ str فيها القيمة 101. هذول راح تكون قبل هاي الجملة، قبل هاي الجملة، بعد ما أعرف الفار، بعد ما أعرف الـ str كسترينج بضع فيهم قيم. الفار بضع فيها القيمة cis والـ str بضع فيها قيمة 101، لأن بعد ما نفذ هذا الكود الفار equal var and الـ str، فبدي أدمج الفار مع الـ str، بدمج الفار مع الـ str وبضعهم محل الفار، فقيمة الفار راح تصير إيش؟ cis اللي هي الفار نفسها مدموج مع الـ str. cis الـ str شو هي؟ 101، ف 101. فبالتالي الـ 101 هاي أنا عملت إلها appending، أي عملت إلها appending، أضفتها على الأخير. اوكي، عملنا لها appending. اوكي، dim var as string يساوي good، var and equal by، و text box dot text يساوي var، لأن إحنا هون عرفنا var كstring وضعنا فيها قيمة كلمة good. بعد هيك var and equal by، يعني var يساوي var and by، عملنا bending لby على var فصارت good by. وبعد هيك عرضنا هاي var هي good by، عرضناها على text box اللي هو text box dot text. طبعا هون أنا مستخدم text box كoutput، كoutput لأن عملت عرض عليه بيانات، فالاوتبوت راح يكون ايش؟ جود باي، معروض على التكست بوكس، وهي راح تكون قيمة الفار، قيمة الفار راح تكون آخر اشي جود باي. consider التكست output dot text equal num of keys and keys، the ampersand automatically convert the num of keys into a string before concatenation. We do not have to convert num of keys with ctr with cstr. Okay. الآن ال num of keys هون ما في داعي إني أعملها conversion ل string، لأنه بال visual basic مجرد ما إنه شاف جملة ال and هاي وشاف string معها، فالقيمة الثانية لو كانت integer، لو كانت integer هو مباشرة بيحول لي إياها، بيعمل conversion إلها إلى string، وبيعمل concatenation بين string وبين string، حتى لو كانت إحدى القيم عبارة عن integer، وأنت مفعل خاصية الأوبشن strict، أنت مفعلها إنك ما بدك الفيجوال بيسك يعمل يعني conversion. بالحالة هاي لا، الفيجوال بيسك بيعمل conversion لوحده. أوكي، مثال عليها dim str as string num of keys as double str equal the piano keyboard has والnum of keys يساوي 88 text box dot text يساوي ال str اللي هي the piano keyboard has and num of keys اللي هو double، لكن بما انه في double في and لstring فبيحول الdouble لstring، تتحول 88 من دبل الى string and keys، فبصير ايش؟ the يعني بصير the يعني the piano
keyboard has the SDR هيا. Num of keys 88 هيا و keys. فهذا هو النص اللي بيتم إظهاره على التكست بوكس. The piano keyboard has 88 keys. Okay. الآن في عندنا مجموعة properties و methods لل string اللي هم length to upper, length to lower و trim. هاي طبعا كلها تعتبر كمراجعة. مثلا length للvisual 1 2 3 4 5 6 عبارة عن 6، وبقدر اكتبها بالطريقة هاي انك تحط string double quotation double quotation بعد هيك dot بعد هيك dot، يعني مو شرط اني اخزنه بvariable عشان اعمل access على methods اللي لإله، لا ممكن اكتب string نفسه كثابت dot وبقدر اعمل access على function اللي لإله. فdot length اعطانا 6. الان visual dot 2 dot 2 dot 2 upper بيحول لي اياه كل رموزه الى capital letter، فصارت فيجوال كلها كابيتال لتر. طبعا الكابيتال ظلت مثل ما هي. اوكي هذا النص الان دوت لينث اعطانا 8. ليش؟ هي عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8، فعندنا 8 رموز، السبيس محسوم. النص نفسه الان تو لوور حول الى 1 2 3 هايك، بس الكابيتال حوله لسمول والباقي ظل مثل ما هو، الارقام ظلت مثل ما هي والسمول لتر ظلت مثل ما هي. الآن عندنا A and space B C D في space dot trim and E F G بيعمل concatenation بيناتهم. الآن A مثل ما هي A والspace B C D space dot trim trim الآن تلغي أي فراغات في البداية وفي النهاية، فبتصير B C D بس. لما أعمل dot بترم لهذا النص بتصير بي سي دي، فاذا بتصير اي وبي سي دي طوالي بعديها، هي اي وهي البي سي دي. اوكي هي البي سي دي هي النص الثاني، هي البي سي دي. بعدين اند الاي اف جي وهي الاي اف جي، فبالتالي اعطانا الاوتبوت التالي. واذا كانت عندنا اي اند بي سبيس سي دي سبيس دوت trim and E space of G راح يعطيني الناتج الـ A. الـ trim تلغي الـ spaces بالبداية وبالنهاية، اللي بالنص يبقى، فبتصير A B space D C، هي A بعدين B space C D، أي B space C D اللي هو النص اللي هنا اللي عن طريق الـ trim، لكن بعد ما نفذت أنا إيش الـ trim. والـ E space of G عرض ليها مثل ما هي، الـ E space will F G. Okay. لأن في عندنا positions in a string، مواقع الكاركترز داخل النص. Position of characters in a string are numbered 0, 1, 2, 3. أي string راح يكون بداخل مجموعة characters، راح تكون الاندكس لكل كاركتر، اول كاركتر له اندكس 0، ثاني كاركتر له اندكس 1، ثالث كاركتر له اندكس 2 وهكذا. فمثلا اذا كان عندنا النص التالي فيجوال بيسك دبل كوتيشن بدايته ونهايته، فاذا هو سترينج، لان الفي راح يكون لها بوزيشن 0، لها اندكس 0 الفي لانها اول رمز له اندكس 0. الرمز الثاني الاي له بوزيشن 1، الاي له بوزيشن 1 لانه الرمز الثاني. الاس له بوزيشن 2، اس له بوزيشن 2. الان بي لاحظ معي راح يكون لها بوزيشن 0 1 2 3 4 5 6 7، فالبي لها بوزيشن 7، البي لها بوزيشن 7. The sub string al begins at position 4. الان اذا انا بدور على نص اللي هو al، وفي نحن اخذنا functions اسمه sub يعني شو string، ال al يبدا منين؟ al هي هون موجود، فيبدا من ال a. ال a ايش الindex لها؟ باي position 0 1 2 3 4، فال a تبدا من position 4.
Okay. Sub string method. Let str be a string. Str dot sub string. M comma n is the sub string of a length n beginning at position m in str. نحن حكينا سابقا على هاي الميثود اللي هي sub يعني sub string لما رح تأخذ two يعني parameters الام والام والان فام رح تكون اللي هي البوزيشن او الاندكس والان رح تكون اللينكث الان رح تكون اللينكث فاذا visual basic dot sub string 2 و 3 أنا الآن بدي النص رح يبدأ من index 2 واللينكس ليلو 3 هي عندنا رح تكون عندنا 0 1 2 ف 2 رح يبلش من الأس ال 2 من الأس واللينكس 3 فعندنا S ويو وA رح ياخذ الأس واليو والA لما أطبق sub يعني string 2 و 3 لأن كمان مثال آخر visual basic dot sub string 0 و 1 إنه الindex 0 واللينكس لإله 1 فرح ياخد لي أول رمز رح ياخد لي أول رمز فهون رح يكون نتيجته مثل ما حكينا SUA رح تكون نتيجته SUA هون رح تكون نتيجته ال V هو أول رمز هذا هو الفانكشن sub string اوكي الاندكس اوف ميثود اخذنا عليه مثال طيب على كل حال let str1 and str b str2 be strings str1.index of str2 is the position of the first occurrence of str2 in str1 يعني هون الان بيبحث عن str2 داخل str1 ببحث عن النص str2 وين هو موجود داخل str1 وعطينا الاندكس انه راح يبلش من اي رمز اوكي نوت هاز فاليو ماينس 1 اف str2 از نوت سب سترينج اوف str1 اوكي الان اذا str2 ما لقى في str1 اذا str2 ما وجده في str1 بالحاله هي بيعطينا الفاليو ماينس 1 بيعطينا الـ value minus 1 إنه هو مش موجود فبالتالي هو مو substring من str1 طبعاً أكيد الآن لما الـ index of يعطينا نتيجة راح يكون str1 substring من str2 يعني راح يكون str1 جزء من str2 راح يعطينا نتيجة 1 أو 4 أو 5 أو 6 منين راح يبلش هو مثال على ذلك الآن عندنا visual basic dot index of is بدور لي على الاز داخل الفيجوال بيسك اذ موجوده هون اي اس موجوده هون تبدا من اي رمز من رمز الاي الاي موجود وين 0 1 من رم من الاندكس 1 فاذا مطلوب يعطينا 1 اوكي الان اوكي نرجع باك اوكي الان فيجوال بيسك دوت اندكس اوف اس اي بدور لي على الاس اي اس اي اس اي هي هون اوكي الاس اي موجوده هي هون هي هون فاذا اندكس اوف اس اي راح يكون قديش 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 مطلوب يعطينا 9 هون هاي 9 اخر شيء الان بدي ادور على اندكس اوف اي بي هل اي بي موجوده بفيجوال بيسك لا لا الآن طبعاً AB مطلوب تكون هنا يعني متلاصقة AB يعني لو كان عندك B لحالها و A لحالها راح يعطيك سالب واحد بس سوى AB متلاصقات هي A ما في بعدها B هي A ما في بعدها B فإذاً راح يعطينا إيش minus one لو كان النص عندنا نحن بالشكل الآتي لو كان عندنا النص اللي هو A A, C, D, B, B, A, 1, B. وindex of AB. بدور على AB هنا. هي A موجودة ما في بعدها B.
هاي بي هاي بي هاي A ما في بعديها B، إذا مطلوب يعطينا ماينس واحد. حتى لو الـ A موجودة في ناحية والـ B في ناحية، لكن ما في ماتشنج، ما في ماتشنج، لأنه A B هون بدور عليها كسترينج، مطلوب تكون موجودة تماما. A بعديها B مباشرة. سمول لتر طبعا. سمول لتر. يعني لو كان أنا موجود عندي A كابيتال و B كابيتال. موجودة عندي هون بالنص. بدي اطلع الاندكس اوف اي بي سمول لتر، بيعطينا قديش؟ بيعطينا سالب واحد، لانه الاي سمول مش موجوده، اي سمول مش موجوده، والبي سمول مش موجوده. طبعا هي مطلوب تكون اي سمول وراها بي سمول، فاذا ما لقاها راح يعطينا سالب واحد. لو لقى اي بي كابيتال لتر وانا بدور على سمول لتر بده يعطينا سالب واحد انها غير موجوده. طيب اوكي، الان عندنا شباب موضوع الكونستانس. كونستانس اللي هي القيم الثابته، كونستانس القيم الثابته. نحن سابقا لما اخذنا كيف نعرف ايدنتيفاير حكينا عباره عن فاريبلز، فاخذنا كيف نعرف انتجر فاريبل او دبل فاريبل او سترينج فاريبل او مثلا اي نوع اخر، كانوا كلهم عباره عن فاريبلز. الان انا احيانا بضطر اني اعرف كونستانس اللي هي الثوابت، اللي هي الثوابت زي الباي بالرياضيات، في اشياء ثانيه بالرياضيات ثابته. فانا الان بعد اعرفها ك يعني كونستانس، كيف الان بدي اعرف الثوابت؟ بكتب كونست، سي او ان اس تي، كونست. بعد هيك بضع الكونستانت نيم، بضع الكونستانت نيم اللي انت بتختاره بناء على قواعد الفي بي لاختيار اسماء الفاريبلز او المتغيرات. As data type. As data type. وبعد هيك يساوي value. بعد هيك يساوي value. فهيك أنا الآن بقدر أعرف الـ constant. مش عن طريق جملة dim. لا. عن طريق جملة const. هي اختصار لإيش؟ لـ constant. لأن في عندنا ملاحظتين مهمات بالثوابت. أول ملاحظة. Must be initialized when declared. لابد الثابت إنه أعمل له initialization. لابد الثابت لما اعرف انا يعني كونستانت لابد اعمل له initialization. يعني بدي اكتب كونستانت اسم الكونستانت as data type يساوي value، لابد اني اعمل له initialization، اضع فيه قيمه اوليه. ما بزبط اعرف متغير ونوع بياناته وبدون ما اضع في قيمه اوليه اللي هي initialization. ما بزبط اضع في قيمه. هاي اول ملاحظه مهم انه نتذكرها للثوابت. الملاحظة رقم 2، value cannot be changed. قيمة الثوابت لا تتغير. قيمة الثوابت لا تتغير. لا تتغير، لأنه هو أصلاً ثابت. أنت معرفه constant، يعني ثابت. بما أنك عرفته ثابت، إذن لابد أنه تعمل له initialization، لابد تضع فيه قيمة. كمان ما بيزبط أنك تحاول تغير على قيمته. لو حاولت تغير على قيمته، راح يعطيك error. راح يعطيك رسالة ايرور انه هذا ثابت والثابت قيمته لا تتغير. اوكي الان كاكزامبلز كونستانت من فوتنج ايج از انتجر يساوي 18. هون عرفنا فاريبل كثابت، عفوا عرفنا ثابت، عرفنا يعني كونستانت اسمه من فوتنج ايج هو اقل عمر للتصويت. عرفنا من نوع انتجر ووضعنا في قيمة 18. بعد هيك ما بقدر اغير قيمه هذا الثابت لانه اصلا ثابت. طيب كمان يعني constant interest rate as double يساوي 0.0035. هون كمان عرفنا ثابت اسمه interest rate من نوع double، وضعنا في القيمه 35 بالالف.
آخر إشي عرفنا constant title as string يساوي visual basic. عرفنا title ثابت من نوع نص string ووضعنا فيها قيمة visual basic. طبعاً الثوابت ليش الآن أنت قد تحتاجهم؟ قد تحتاجهم مثلاً زي ما حكيت إذا تعرف أنت الآن الباي للرياضيات. الباي بتعرف أنه قيمتها ثابتة إلى قيمة معينة. فبالتالي الباي بعرفها كثابت كيعني إيش كثابت أو ككونستانت، بحيث إذا اليوزر أو إذا البروغرامر مبرمج بالغلط حاول يغير من قيمتها تعطيه رسالة غلط إنه هي عبارة عن ثابت عشان تضمن إنه قيمتها تبقى ثابتة. طبعاً دائماً داخل أي برنامج عدد الثوابت بيكون قليل، عدد الكونستانت بيكون قليل. يعني أنا بالبرمجة يندر إني أعمل كونستانت، يندر إني أعمل ثابت، لكن بعمل variables، بعمل متغيرات كثيرة بعدد هائل جداً، x y z، إشي للأرقام، إشي للأسماء، إشي للديت إلى آخره. لكن كثوابت تعاملي معها قليل، لكن هي خاصية موجودة بلغات البرمجة عشان تضمن إنك إذا أنت تعرفت إشي معين كثابت إنك ما تغير عليه، حتى لو حاولت بالخطأ تغير على قيمته راح يعطيك رسالة غلط أو رسالة إيرور. لموضوعنا التالي يا شباب اللي هو عملية الـ Input والـ Output، Formatting Input أو Formatting Output with Format Function، بعد هيك Getting Input from an Input Dialog Box، وأخيراً Using a Message Dialog Box. لأن في عندنا function أو عندنا method نقدر عن طريقة نعمل formatting للoutput، إني أعمل formatting للoutput. مثلاً في عندنا function اسمه format number، اسمه format number بتدخل داخله number هذا كبارامتر أول وواحد. هذا البارامتر الثاني اللي هو أكم من خانة عشرية بدك إياها تبقى، أكم من خانة عشرية بدك إياها تبقى. فكمثال وضعنا واحد، يعني بدي أخلي خانة عشرية واحدة. طبعاً الرقم 12345.628 بالألف، الآن بديها يبقى خانة عشرية واحدة فتبقى الستة وبيقرب الباقي، بيقرب الباقي فبيقرب الثمانية وعشرين إلى زيرو، فبتصير 1 2 3 4 5.6، أي صارت 12345.6. ما بعد 0.6 اللي هي 2.8 قرب لي إياها طبعاً عمل لها راوند داون. لأن في عندنا مثال آخر هو الفورمات كرنسي، تقدر عن طريقه تعمل فورماتنج للرقم على شكل كرنسي على شكل عملة. وضعنا الرقم 1 2 3 4 5.628 وحطينا 2. هون 2 نفس المثال السابق إنه بدي إياه يبقى خانتين عشريات، مش خانة، خانتين عشريات، وعرض لي إياه على شكل كرنسي فبضل خانتين عشريات هي 6 و2. طبعاً بعد 2 فعنا 8، 8 راوندينج بيعمل لها فبتزيد، بتصير 6 3. فصار الرقم عندنا 0.63 وباقي الرقم مثل ما هو 12345 دولار، لأنه أنا قلت له فورمات كرنسي. مثال آخر أو فونكشن آخر هو فورمات بيرسنت، إني عرض لي البيانات شكل بيرسنت، فورمات بيرسنت. وضعنا 0.183 183 بالألف، وكمان زيرو خلي لي ولا خانة عشرية، ما تخلي لي ولا خانة عشرية طبعا بما أنه بيرسنت، بياخذ لك الرقمين اللي هي النسبة المئوية. هون عندنا 18%، 18% تبقى، والثلاثة هاي بقرب لك إياها بيعمل لها راوند داون فبتصير 18%. طبعا بدي ننتبه الآن فورمات بيرسنت إنه بيخلي لك خانتين عشريات إجباري، وبعد هيك لما بعدهم بشيك عليهم بدك تخلي زيرو أو واحد أو اثنين أو ثلاثة خانة عشرية، طبعا بعد أول خانتين عشريات، لأنه أنا بدي أعرضها شكل بيرسنت على شكل نسبة مئوية. أوكي، الآن في عندنا مثال التالي، نفس المثال هو أوكي، لأن هنا أنا عرضته format number أوكي، عرضناها على text box. طبعا مثل ما حكينا إذا كان عندنا إشارة الآن بين string وبين number بيعمل concatenation بيناتهم، والnumber بيعمل conversion إله إلى string. بعد هيك عرضنا المسج بوكس، عرضنا النتيجة على شكل مسج بوكس في الفورمات نمبر 1 2 3 4.628 و 1.
اوكي طبعا هون الان عندي مثال ثاني على الفورمات، يعني كرنسي عرض لي اياها على شكل دينار اردني وابقى خانتين عشريات، فصارت 6-3 بعد ما قربنا 8 يعمل لها راوند اب، صارت 6-3 والباقي الرقم مثل ما هو 12345. واخر شيء الفورمات بيرسنت عرض لي اياها بهذا الشكل لانه انا قلت له 0 وهي عندي 3 بعد ما خلى خانتين عشريات. طيب اوكي خلينا نطبق مثال. اوكي خلينا نضيف باتون، اي باتون راح اسميه فورمات فورمات انتر، بحيث اضغط عليه يطلع رسالة تظهر لنا بعض البيانات على شكل فيها فورمات، دبل كليك عليه. اوكي فورمات فورمات مثلا نمبر، هذا اول خيار، هذا الخيار فورمات نمبر اوف مثلا 12080.876 كوما 1، وهي كلها بدي اعرضها بالام اس جي، سوري ام اس جي بوكس، بدي اعرضها كلها بالام اس جي بوكس على يعني شكل مسج بوكس اللي هو صندوق حوار، يعرض لي الفورمات نمبر لهذا الرقم وواحد. طبعا واحد الان بده يخلي لي خانه عشريه واحده لما بعد 76، فبيعمل راوند اب لها فبتصير 0.9 0.9. اي ران فورمات، لاحظ معي عرض لي هذا الرقم و 0.9 كنمبر. اوكي طيب الان لو خليت انا مثلا 2 راح يخلي لي خانتين عشريات اللي هي 87 وراح يعمل راوند للباقي، الباقي 6 6 الآن راح يعمل الراوند أب فراح تصير 88.88 والباقي الرقم مثل ما هو كنمبر. أي ران فورمات 88 هي 0.88 والباقي الرقم مثل ما هو. أوكي طيب هذا نضع كومنت أم أس جي بوكس أوف فورمات currency، هذا هو الفانكشن، الرقم مثلا 3450.1298 وكوما 3. اوكي الان بدي يبقى لي ثلاث خانات عشريه اللي هي 1 تو 9 وبقرب الباقي، الباقي اللي هي 8 8 الان بقربها بيعمل راوند اب فبتصير 1 3 لأنه يعني 9 بتزيد تصير 10 فبتصير 1 3. أي ران وفورمات 1 3 يعني O يعني 0.13 وخلها لي 0 والرقم الباقي مثل ما هو وكرنسي. لاحظ معي إشارة الدولار هاي بتدل على إنه إيش كرنسي. طبعا هي أساليب عرض بيانات، إنه عندك بيانات رقمية بدك تعرضها على شكل كرنسي، بدك تعرضها على شكل أرقام فيها فاصل الافات ملايين مليارات، طبعا واضح انه في عندك فاصل الالافات فاصل الملايين فاصل للمليارات، تقدر تقرب كمان الارقام العشريه الموجوده عندك، كم من خانه عشريه بدك تلقى. طيب اخر مثال رح ناخذه هو على البيرسن، على الفورمات بيرسن ام اس جي بوكس وفورمات للبيرسن هي موجوده هون و 0.178192 كوما ام 1. يعني كوما 1 خلي لي خانه عشريه واحده، طبعا بعد اول خانتين عشريات لانه بيرسنت، لانه بيرسنت بدي يعرض لي على شكل بيرسنت نسبه مئويه، الان ال 17 هي طبقه مثل ما هي، وخلي لي اول خانه عشريه خلي لي الثمانيه، خلي لي الثمانية يعني 17.8%. لأن ما بعد الثمانية، ما بعد الثمانية عندي 192 بيعمل لها راوند راوند داون فبتصير 17.8%. 17.8%. أوكي هاي الرقم غيرناه لاثنين، خلي لي خانتين عشريات فبخلي لي ال 81 81، فبعديها 29 92 عفوا
92 فبيعمل لها راوند اب فبتصير 82 يعني 17.82%. 17.82%، 17% و82 بال 1000. اوكي هاي خلي تمام. طيب اوكي الان موضوعنا التالي اللي هو getting input from an input dialog box. كيف انا الان بدي اقرا، بدي اخذ بيانات من dialog box. ممكن الان اليوزر يدخل بيانات مش بس عن طريق التكست بوكس، كمان عن طريق dialog box. كيف كنا نطلع بوكس هلا اللي هو الام اس جي بوكس بحيث يظهر بيانات لليوزر، كمان بقدر اطلع بوكس معين، صندوق حوار معين بحيث اليوزر يدخل فيه بيانات. اليوزر يدخل فيه بيانات، فاليوزر بيقدر يدخل بيانات عن طريق الانبوت بوكس. في عندنا فانكشن، عندنا ميثود او فانكشن اسمها انبوت بوكس، بخلي اليوزر يدخل فيها بيانات. الان الانبوت بوكس تاخذ تو باراميترز اللي هو البرومبت اللي هي الرسالة تظهر للمستخدم عشان يعرف شو راح يسوي. Enter your name, enter your age, enter your first grade, enter your second grade إلى آخره. هذا هو إيش البرومبت اللي هو أول خيار، أول بارامتر، اللي هو أول بارامتر بضعه داخل input box. البارامتر الثاني title. التايتل هو العنوان، عنوان صندوق الحوار. شو عنوانه؟ فمثلا هنا موجود عنوانه التايتل له النيم، والبرومبت اللي هو انتر يور فول نيم، واليوزر بدخل بيانات هنا، واليوزر بدخل بيانات هون. عشان هيك الان الانبوت بوكس بياخذ برومبت وتايتل وبعمل اساينمنت له بفاريبل، بعمل اساينمنت له على فاريبل بحيث اليوزر بدخل هاي البيانات، بيعمل اوكي. هذا الادخال بتخزن وين؟ داخل الفاريبل اللي انا عامل assignment للانبوت بوكس لإله. اوكي فعندي الان هنا full name يساوي input box enter your full name comma name. الان enter your full name هاي هي حكينا عنها البرومبت اللي تظهر هنا، هيا enter your full name. والname هي التايتل، هو عنوان صندوق عنوان صندوق الحوار، هاي التايتل. فالان هو اليوزر بدخل بيانات، بدخل لي بيانات هون. بعد ما دخل بيانات هون بيعمل اوكي، هاي البيانات اللي تخلي اياها هون وتم تخزينها داخل الفول نيم. بيتم تخزينها داخل الفول نيم لانه انا عامل شو؟ انه انا عامل اساينمنت. عامل اساينمنت انه قيمه الانبوت بوكس، اقرا بيانات من الانبوت بوكس هون، وهي البيانات خزن لي اياها وين؟ بالفول نيم. طيب اوكي الان يا شباب مثال على ذلك. string var يساوي input box prompt title عند ال full name. اوكي dim full name as string full name equal input box enter your full name و name. ظهر بعد ما عملنا run، ظهر لليوزر هاي النافذة اللي هي ال input box، وهذا هو ال prompt enter your full name والtitle اللي هو ال name. واليوزر او المستخدم دخل بيانات علي سالم جون، دخل بيانات علي سالم جون. مجرد ما نعمل اوكي، بيتم تخزين هاي البيانات اللي هي علي سالم جون، هاي بيتم تخزينها وين؟ داخل الفول نيم. بيتم تخزينها داخل الفول نيم لاني عندي جمله الاساينمنت، لانه انا عامل ايش؟ عامل اساينمنت. طيب اوكي الان في عندنا هنا كمان مثال اخر، عندنا مثال على مسج بوكس. اوكي طيب خلينا الان نطبق المثال تاع الانبوت بوكس. اوكي الان على الفورمات نفسها دبل كليك عليها،
المسج بوكس راح ألغيها وراح أعرف dim x as string و x يساوي input box. هذا هو الفانكشن input box، عن طريقه راح أقدر أقرأ بيانات من اليوزر، يعني أخلي اليوزر يدخل بيانات عن طريق بار. ولاحظ معي prompt وبعد هيك التايتل. طبعا في بارامترز أخرى للprompt، بدي أحكي لليوزر enter your name والتايتل مثلا راح أسميه أنا x1. بعد هيك msg box بدي أحكي له your name is plus mx. بعد أدخل اسمه بدي أحكي له إنه اسمك هو كذا، الاسم اللي أنت دخلته. أوكي. كمان msg box the length of your name is شو length لاسمه بس. أوكي خليها الآن x dot length هو length لاسمه عن طريق صندوق حوار آخر. أوكي خلوها نفس صندوق الحوار. هاي cuts هاي and هاي paste نفس صندوق الحوار بظهر لي اسمه وشو اللينكس اللي لإله. طيب هاي run format. لاحظ معي enter your name، هذا هو الـ input box enter your name، هذا هو الـ prompt وهذا هو الـ title. مثلا علي ضغطنا علي فأوكي فأظهر لي إيش your name is علي the length of your name is 3 إن اللينكس لإسمك أدي 3. طبعا أنا مطلوب وضعت space هنا عشان تكون مقروءة بشكل أوضح، فهي راح أرجع أنا هاي هنا the length بضع space space هاي two spaces قبليها. red run تاني format enter your name مثلا أحمد. اوكي هذا الانبوت بوكس، هذا هو الانبوت بوكس. اوكي طلع لي بالمسج بوكس your name is احمد the length of your name is 5 اللي هم خمس رموز. طيب اوكي بقي علينا الان يا شباب هو موضوع 3 type of error، في مواضيع ثانيه بسيطه اي راح اعمل عليها فيديو اخر باذن الله تعالى. يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله.